نظمت قصيدة لأول مرة في تعليم الثانوي، قلت ذكرت رسول الله فاهتز وجداني وهامت به نفسي وحرك أشجاني وألهمني سوغ القريض وإنني لأصدح بالأمجاد أمجادي عدناني ألقن للدنيا حديث صبابتي وأذكر للأيام أخبار تحناني وأصدح في سمع الزمان ولم أزل أفاخر بالإنشاد صحبي وخلاني. لا عجب أنه في سن صغيرة قد نظمتم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. لا أذكر هل كانت ألفية أو مئوية؟ نعم. قصيدة مطولة. نعم. هو في مدح النبي، نعم، نظمت قصيدة لأول مرة في التعليم الثانوي، وقد ذكرتها في سواعد الإخاء يوما ما، قلت ذكرت رسول الله فاهتز وجداني وهامت به نفسي وحرك أشجاني وألهمني سوغ القريض وإنني لأصدح بالأمجاد أمجادي عدناني ألقن للدنيا حديث صبابتي وأذكر للأيام أخبار تحناني وأصدح في سمع الزمان ولم أزل أفاخر بالإنشاد صحبي وخلاني. تشبأت أمجاد العروبة يافعا ولقنت للأخلاق شعري وأوزاني وصغت القوافي كالجواهر روعة يؤيدها ذوقي وحسي وإيماني إلى آخر ما قلت. لكن هناك ألفية فقهية في الفقه المالكي، هذه الألفية هي عبارة عن ألف بيت في مختلف أبواب الفقه المالكي، ابتداء من جزء يسير في العقيدة، ثم بعد ذلك الأبواب العبادات والمعاملات على كلتها، يعني إلى نهايتها، بما يشبه ما هو موجود في ابن عاشر وما هو موجود في سراج السالك وما هو موجود في منظومات الفقهاء رحمهم الله. وقد كانت مناسبة للعصر الذي نحن فيه، كقوله مثلا فيها: إن الزواج صيغة مقرة لمتعة بأمة أو حرة، وتأتريه الخمسة الأحكام، رغب في إتيانه الإسلام، تشهيره محبب مرضي، أركانه أولها الولي، شرط الولي ستة مذكورة، إسلام والبلوغ والذكورة، وعدم الإحرام والحرية، وعدم الإكراه للصبية، وزيد عقل راجح كمالا كما رواه صاحب الرسالة. يعني على هذا المنوال المبسط الذي أردنا به أن نعطي النظمة الفقهية في صورة جديدة، وقد لاقت رواجا، وهي من سنة 98 نشرت في دار الأمة، ثم نشرت أيضا في الإمارات العربية، ثم بعد ذلك بعض الكتاب وبعض المدارس القرآنية وبعض الزوايا في أرجاء من الوطن اعتمدوها للحفظ عند الطلبة. وقد رأيت في زاوية من زوايا في الغرب الجزائري طلبة يحفظونها عن ظهر قلب، وهذا يعتبر إن شاء الله في ميزان حسناتنا، لعل الله تعالى يقبلنا بها يوم القيامة وبسر هؤلاء الطلبة الذين يستفيدون إن شاء الله. نعم. وفي ذات السياق، ونحن قد تكلمنا عن اللغة العربية والمنظومات الفقهية والفقه المالكي، هنالك من يتهم متبعي هذه الطريقة المذهب المالكي على أننا نأخذها لأن آباءنا، وجدنا آباءنا هكذا يفعلون. فشيخ، يعني وأنتم تدرسون الفقه المالكي، ما الذي شدكم إليه؟ هو في الحقيقة الفقه المالكي هو فقه أهل المدينة، وتعلمون أن سيدنا مالكا مرة كان قد تناظر مع محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، وهو تلميذ أبي حنيفة، فكان قد اختلف في مقدار الصاع الذي يعطى لزكاة الفطر، كم يكون وزنه. فذكر الإمام مالك رأيه، وذكر محمد بن الحسن الشيباني رأيه، ثم وهم في الحلقة في المدينة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الطلبة، قال: سألهم: أنت من أي عائلة؟ قال: من بني فلان، وأنت من بني فلان، وأنت من بني فلان. فذهب الثلاثة بأمر الشيخ وجاءوا بصوعهم، فلما وضعت أمامهم كأنما قاسوا ما فيها، فوجدوه مطابقا لما قاله مالك. قال: هذه الصوع أخذها هؤلاء عن آبائهم، وآباؤهم عن آبائهم، وهم صحابة رسول الله، وقد كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مذهب المالكي هو مذهب نبع من المدينة، وتعلمون أن المذهب إنما هو مدرسة فقهية تأخذ الأدلة من أصولها، لأنه دائما يؤخذ الفروع على الأصول، كما ذكر الونشريسي ذلك في كتابه، وهو تخريج الفروع على الأصول. الأصول معلومة وموجودة عند جميع الفقهاء، سواء الإمام مالك أو الشافعي أو ابن حنبل أو أبا حنيفة، هؤلاء جميعا هم أعلام وضعهم الله تعالى من أجل أن يرشدوا الأمة إلى الفهم الصحيح. وقد كانوا علماء في العربية، وكانوا قريبين لعهد النبوة، فأخذوا الحديث كابرا عن كابر. وكان سيدنا مالك له سلسلة ذهبية، هذا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي هذه السلسلة هي أقوى سلسلة في الصحة، وقد كانت قريبة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سلسلة صحيحة اعتمدها في الأساس في الموطأ، وإن كان قد خرج الأحاديث بطرق أخرى، ولكنه يمتلك أدوات الغربلة والجرح والتعديل وشهادة الأمة والقبول الذي وجده في الناس. ويكفي أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: مالك حجة بيني وبين ربي يوم القيامة، ويقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ويذكرون أن يحيى بن يحيى الليثي، وهو أحد رواة الموطأ، كان أندلسيا، وكان في أيام عبد الرحمن الداخل في الأندلس، وجاء إلى المدينة وتتلمذ على الإمام مالك وأخذ عنه الرواية، وهو الذي نقلها إلى الأندلس. ولما سئل عن شيخه قال: لقد كنت أجلس في مجلس عبد الرحمن الداخل، وهو الذي أسس الدولة الأموية في الأندلس، وكان مهيبا وله سطوة كبيرة في سلطانه، ولا يتكلم معه إلا بإذنه، وكانت الناس إذا من الوزراء وأرباب الدولة والعلماء وأصحاب المكنة إذا جلسوا في مجلس عبد الرحمن الداخل كأن على رؤوسهم الطير. فلما جاء إلى المدينة قال: لما جئت إلى مجلس مالك في العلم قال: والله تضاءلت هيبة عبد الرحمن الداخل أمام هيبة الإمام مالك في مجلسه، ولقد كان الناس يأتون يسألون السؤال ولا يجيب ولا يستطيعون أن يراجعوه، قل يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، سر العلوم وسر سلطان التقى، وهو المهيب وليس ذا سلطان. لقد كان هناك سلطة علمية، هذه السلطة العلمية فرع لها سيدنا مالك وأصل لها وأوجد لنا المذهب، وجاء تلامذته من بعده كابن القاسم وشهب وأسد بن الفرات وغيرهم ممن جاءوا من بعده، فنشروا هذا المذهب في الآفاق، وبقي المنبع هو المدينة المنورة، وكان من الأصول أصول المذهب المالكي عمل أهل المدينة الذي هو حجة، لأن الأذان يسمع من زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقطع، فسماعه في المدينة وعمل أهل المدينة ويبقى متواترا. وهكذا الشأن في كل نواحي الحياة التي كان يراها الإمام مالك ضرورية أن تكون محققة لفقه عملي يكون مدعوما ومسنودا بالأدلة الشرعية مما كان موجودا في موطئه الذي أنجزه في 40 عاما. وقد ذكروا أن المنصور الخليفة العباسي هو الذي أمره بأن يكتب الموطأ، وقد كان قرأ معه في حلقة واحدة وتلقى معه العلم، وقال له لم يبقى بعد أن جاء المنصور إلى المدينة فزاره، قال له: لم يبقى في الأرض عالم إلا أنا وأنت، وأنا شغلتني شؤون الأمة أي السياسة، قالوا أنا شغلتني السياسة، فوطئ للناس كتابا تتجنب فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود، فوطأ وسمى الموطأ من وطأ، من وطأ بمعنى سهل ويسر للناس، قالوا: وطئ للناس كتابا تتجنب فيه، فكان هذا الذي وقع وكتبه في 40 عاما إلى عهد الرشيد. فالرشيد طلب منه أن يعممه على كل أقطار الدنيا وأن يكون دستور الدولة هو الموطأ، فاعتذر له الإمام مالك وقال له: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار، وهناك آراء وروايات، ولا يجوز
أن نلزم الناس برأي واحد، فإن اختلاف الرأي هكذا تنوع يعتبر رحمة وليس نقمة. فترك الأمر على ما هو عليه، فالمذهب انتقل من هناك إلى المغرب العربي إلى الأندلس، فوجدنا القدامى من العلماء والفقهاء الذين يملؤون الدنيا. وقد أخطأ كثيرون الذين قالوا بأن منطقة الوسط إفريقيا هذه الشمال الإفريقي كانت معبرا، لأنهم بعضهم يرى بأن الحضارة في المشرق والحضارة في الأندلس، وأن منطقة المغرب هذه هي منطقة عبور، والحقيقة غير ذلك. ها هنا كان هناك علماء أجلاء لهم مكانهم ومقامهم، وقد أبدعوا في المذهب المالكي. ويكفينا أن ابن خلدون الذي ملأ الدنيا وطبق الآفاق من عندنا، وقد كتب هذه المقدمة في الغرب الجزائري هنا في مازون. وهكذا دواليك في بالنسبة للون شريسي، وبالنسبة لابني الإمام، وبالنسبة للمشي الذالي، وبالنسبة لكثير من العلماء الذين برعوا وبلغوا القمة في عطائهم العلمي والفكري. والقائمة طويلة جدا، قائمة العلماء الذين برزوا والذين حققوا في مختلف العلوم، في القراءات وفي النحو وفي الصرف وفي التفسير وفي كل الميادين. ويكفي أن ابن مالك قد سبق بألفية ابن معطي، وهو الذي يقول فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فابن مالك الذي ملأ الدنيا وطبق الناس، والناس يحفظون ألفيته، وهي مرجع مهم لا بد من حفظه ومعرفة أسراره، لكنه اعترف بالسبق للإمام ابن معطي الزواوي، وهو من الجزائر، من هنا من بلادنا من المغرب الأوسط. فالعلماء كثر، وقد كان الشيخ عبد الرحمن الأخذري رحمه الله، الكتب التي ألفها تدرس في الأزهر الشريف، وهكذا دواليك. فنحن إذن لا يمكننا أبدا أن نغمط علماءنا، لأن العلم كان منبعه موجودا من الأمة الإسلامية كلها، وتعاونت فيه الحواضر العالم الإسلامي، كما كان شأن بغداد ودمشق والقيروان والقاهرة، وهذه البلدان الكبيرة التي كانت وخراسان من قبل ذلك. ثم بعد ذلك جاء المغرب الأوسط هذا، فكانت القيروان، وكانت فاس، وكانت تلمسان، وكانت بجاية، وكل هذه الحواضر كان لها دور في بناء الحضارة الإسلامية التي أصبحت الآن مرجعا مهما لتحقيق المسيرة الإنسانية في بناء الحضارة الإنسانية، التي كان لنا بصمة كبيرة فيها، وكان لنا دور لا بد أن يبرز وأن يعلم وأن ينفض عنه الغبار، حتى نستطيع أننا نحقق به وجودنا ونبني به مستقبلنا، وبعد ذلك نعطي الراية من جيل إلى جيل، فيرثها الكابر عن الكابر والخلف عن السلف، حتى يحقق مراد الله تعالى ومراد الأمة لتكون خير أمة. نعم، لعل الحديث يطول في هذه المسألة، ولربما المزج ما بين الأساليب التحليل العقلية والنقلية في الفقه المالكي وفي المسائل التي تحدث فيها مالك ما يميزه. شيخنا يطول الحديث معك ولا يمل، وأنتم شاكر لكم الحضور. قبل الختام رسالة نوجهها إلى الشباب الذين ربما انقطع بهم ذلك الحبل الذي يربطهم بقدوات من بلدانهم يعيشون في نفس ظروفهم، قد يمكنهم الاقتداء بهم لبلوغ غاية العلم ولأداء الرسالة. نعم، لابد أن يكون الشاب الذي أعطاه الله تعالى مكنة شبابه وقدرة استيعابه أن يكون نموذجا صالحا لأمته، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بنى مجتمعه الأول بالشباب، وقال إنما نصرت بالشباب.
وأغلب هؤلاء الذين فتحوا البلدان وقادوا الجيوش ووصلوا إلى قمة العطاء كانوا شبابا. وقد قال القائل عن محمد بن القاسم هذا الذي فتح الصين، قال: إن المكارم والمفاخر والعلا لمحمد بن القاسم بن محمد، قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك موعدا من مولدي. فهو شاب، إلا أن الله تعالى فتح على يديه تلك البلاد النائية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته قد عقد الراية لأسامة بن زيد وهو لم يتجاوز 17 من عمره، وكان في جيشه كبار الصحابة الذين كان لهم شأن ومكان، وكان سيدنا أبو بكر يمشي على رجليه وهو راكب على فرسه، فيقول له: أنزل أو تركب يا أمير المؤمنين. قال له: يا خليفة رسول الله. قال له: أفلا تتركني أغبر رجلي في سبيل الله ساعة؟ لن تنزل ولن أركب. وهذا تقدير للشباب الذي كان له شأن. والشباب في عصرنا هذا له مسؤولية كبيرة، ومناط به أن ينظر إلى قدواته ويقرأ، لأن القراءة إذا ما انفصلنا عنها وابتعدنا عنها ستجعلنا في غربة، وتجعلنا بمنأى عن تراثنا وحضارتنا وقيمنا وأصولنا وجذورنا التي يجب علينا أن نرجع إليها رجوعا. وأنا أقول لهم كما قال القائل: شبابي، إذا كنت لا أستطيع أحقق فيك منى أمتي، وإن كنت لا أستذل الصعاب لأصعد فيك إلى القمة، فلا كان هذا الشباب العقيم، ولا كان زهوي ولا صحتي. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك، شاكر لك تواجدك معنا في هذه ساعة الطيبة، وسعدنا كثيرا بكرمك لحضورك معنا. نفخر بكم دوما، ونتمنى إن شاء الله ألا تكون هذه آخر مرة، وأن تجمعنا بكم أعمال أخرى. نقول في الختام: سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ومن جعل الحمد خاتمة النعمة جعلها الله فاتحة المزيد. الحمد لله رب العالمين. إلى أن نلقاكم في عدد قادم، نستودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه. والذي أعرف عنه هذا أمر لاحظته لأنه كان جاري بكل جيران، أنه لا يأخذ عطلة إلا في حالتين، معذر عطلة حالتين: إذا كان سافر البقاع المقدسة العمرة ولا حج، أو إذا كان قصد الحمام، خاصة كان هو الحمام بوحنيفية معروف في الجهة الغربية الغرب. هذا أما الذي لاحظت أنه الصلاة لا يتغيب عنها أبداً.